إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروسنا الرقائق الإيمانية. ونتحدث الآن عن كيفية محافظة المسلم على إيمانه والثبات عليه، مما لا شك فيه أن الإنسان حينما يعيش في هذه البلاد اللي هي بلاد غير مسلمة يحتاج دائما إلى شحنات إيمانية حتى يثبت على الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: يزداد إيمانا إلى إيمانه. ومن أهم العوامل التي تحافظ على إيمان المسلم أن يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، فيستشعر أن الخالق المدبر الرزاق ذو القوة المتين ما من شيء في هذا الكون إلا بعلمه، ولا يتحرك شيء في هذا الكون إلا بإذنه، ولا يمرض مريض، ولا يصح صحيح، ولا يفتقر غني، ولا يغنى فقير، ولا يولد مولود، ولا يموت حي، ولا يسكن متحرك، ولا يتحرك ساكن إلا بعلمه وإذنه سبحانه. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم السر وأخفى، يطلع على النجوى، ما يكون ثلاثة إلا وهو معهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. رب العالمين وإله الأولين والآخرين يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. فإذا استشعر المسلم ذلك عظم عنده الخالق سبحانه فثبت على دينه. الأمر الثاني أن يذكر الله عز وجل دائما وأبدا بلسانه وقلبه وأعماله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وكما جاء في الحديث وحديث السبع: الذين ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ثالثا الدعاء وحسن الرجاء لطلب الثبات على هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كما جاء في الحديث عن أنس قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. والدعاء مستجاب إذا خلى من الموانع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فحري بمحب الإيمان أن يكثر من الدعاء والصلة بربه وتعميق رجائه بذلك. الأمر الرابع من العوامل التي تساعد المسلم على المحافظة على إيمانه والثبات عليه: العمل بالفرائض والواجبات وعدم التساهل فيها، كالصلوات المفروضة والصيام الواجب والنفقة الحتمية والبر والإحسان اللازم. فهذه كلها وغيرها من الواجبات عامل من أهم عوامل الثبات. جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.
الأمر الخامس الإكثار من عمل النوافل بحسب ما يفتح الله سبحانه على العبد، سواء نوافل الصلاة أو الإنفاق أو الصيام أو العمرة والحج وغيرها، كما جاء في الحديث السابق: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيضا الأمر السادس قراءة القرآن بتدبر وتمعن وتأمل، فهو كنز لا يفنى ومعين لا ينضب، كلام الله أنزله على رسوله ليكون منهاجا له ولأمته في هذه الحياة، وعاصما لها من القواسم، ومنجيا لها من المهلكات، منيرا لها من ضروبها. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل أوعد لمن لا يتدبر، قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فمن عاش مع القرآن ثبت على الطريق ونجا في الدنيا والآخرة. الأمر السابع تنظيم برنامج اليوم والليلة حسب ما شرع الله من صلوات وأذكار وقراءة وأعمال وقيام بحاجات الفرد والأسرة والمجتمع، فهذا التنظيم الرائع يجعل الإنسان ثابتا على مبدئه، سائرا على طريقه برعاية مولاه وخالقه. الأمر الثامن اجتناب المحظورات والممنوعات وعدم مقارفة المعاصي صغيرها وكبيرها، فالمعصية باب من أبواب الشيطان يلج منه إلى القلب ليحاول إفساده، فيسول لهذا العاصي معصية أخرى وهي نقطة سوداء تنقط في القلب فتؤثر عليه، فإذا انضم إليها نقطة أخرى ازداد القلب سوادا حتى يطغى عليه السواد. وقد جاء في الحديث قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الأمر التاسع التفكر والتأمل في هذه الحياة ومخلوقات الله فيها، ويكفي أن يتفكر العبد بنفسه فضلا عن غيره من المخلوقات. قال عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذا الجسم بهذه الخلقة وما يحتويه من سمع وبصر وشم ويدين وغيرها، كم وكم فيها، لو تأمل الإنسان لوصل إلى أن يقول: سبحانك ربي ما أعظمك. وهذا بلا شك عامل من عوامل الثبات على شرع الله، لأن المعظم في عين المعظم عظيم، فيعينه هذا التعظيم على التعلق به والثبات على تعاليمه ودينه. الأمر العاشر الصحبة الخيرة والأصدقاء الناصحون، فالقرين بالمقارن يقتدي، والصاحب يتأثر بمن يصاحب، فليختر الموفق الناصح لنفسه الصحبة المعينة له على فعل الخيرات وترك المنكرات، فيعينه هذا على الثبات على هذا الدين، لأن النفس بطبيعتها ميالة إلى التأثير والتأثر، والإنسان يتأثر بمن حوله، فلا يعتد الإنسان بنفسه ويزعم غير ذلك مهما كان من صغير أو كبير. قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فسماهم أخلاء لأن كل واحد تأثر بالآخر. يقول الشاعر: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الأمر الحادي عشر القراءة والاطلاع في سير العظماء الثابتين، وبخاصة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو خير الثابتين وإمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، وهو القدوة والأسوة. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولا شك أن الاطلاع على سير العظماء يزيد النفس شجاعة وقوة للوصول إلى ما وصلوا إليه، فليجعل الموفق ضمن برنامجه قراءات في سير هؤلاء العظماء ليثبت على دينه ويحافظ على مكتسباته ويقوى أمام العواصف والمؤثرات. أيضا من الأمور التي تساعد المسلم على الثبات على الإيمان والمحافظة عليه طلب العلم، فمن عرف شيء أبصره على حقيقته فعظم شأنه، وأشرف العلوم العلم بالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشرعه، لأن فيها النجاة من المهلكات في الدنيا والفوز في الآخرة. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وكما جاء في الحديث عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فهذه إشارات سريعة لعوامل الثبات على هذا الإيمان وحبه وعدم الفتور والضعف أو الانتكاس. وكل مسلم طبعا بيسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت على دينه وأن يزداد إيمانه كل يوم. طبعا الإنسان حينما يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى هنيئا له، أنه حينما يستقيم على طاعة الله عز وجل ويثبت على الإيمان يتتنزل عليه ملائكة الرحمة تبشره برحمة الله سبحانه وتعالى ورضوانه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ينصح المسلم أن يجدد إيمانه، لأن القلوب أي قلب للإنسان بيصدأ كما يصدأ الحديد، تعرف الحديد لما يكون عليه الصدأ، فكذلك قلب الإنسان مع شواغل الدنيا صوارف الحياة الملهيات عام طاعة الله سبحانه وتعالى بعض المعاصي التي يرتكبها، هذه الأمور تجعل القلب عليه صدأ. فالمسلم مطالب دائما أن هو ينقي قلبه ويجليه من هذا الصدأ بهذه العوامل التي ذكرناها، اللي هي المحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى، المحافظة على الفرائض، المحافظة على قراءة القرآن الكريم، المحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى بيدخل فيه أي شيء فيه ذكر لله، سواء قراءة القرآن الكريم، سواء الاستغفار، الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أوقات محددة، يعني حينما يدخل المسلم بيته، حينما يخرج من بيته، حينما يدخل المسجد، حينما يخرج من المسجد، حينما يدخل الخلاء، حينما يلبس ثوبا، حينما يرى شيئا يعجبه عند النوم، دي أوقات محددة ورد فيها أذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الأذكار العامة، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، أذكار الصباح وأذكار المساء، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمات يعني سبحان الله رغم أنها كلمات سهلة ويسيرة إلا أن يعني إلا أنها عند الله سبحانه وتعالى لها مكان كبير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني كلمة سبحان الله حينما تقولها بتملأ الميزان، الحمد لله حينما تقولها تملأ الميزان، أو تملأ ما بين السماء والأرض. تخيل كلمة سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض من الأجر والثواب، وكذلك كلمة الحمد لله، أن كلمة سبحان الله يعني أنت تقولها حينما ترى شيئا وتتعجب منه وتعلم أن هذا الشيء هو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فيقودك هذا الأمر إلى عظمة الله عز وجل. وأنت لماذا تقول سبحان الله؟ أن هناك شيء لفت نظرك، رغم أن كل شيء في هذا الكون يلفت النظر، ولكن هناك أشياء لا تلفت نظر الإنسان لأنه ألفها وتعود عليها، مثل خروق يعني شروق الشمس والقمر وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل، دي كلها أمور من عجائب الكون، ومع ذلك الإنسان سبحان الله
يعني لا 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 يلتفت إلى هذه الأشياء لأنه تعودها وألفها، ولكن إذا رأى شيئا يعني عجيبا فإنه ينطق بلسانه ويقول سبحان الله. هذه الكلمة حينما يقول وإذا قال الله سبحانه وتعالى أمرنا دائما بالنظر في الكون من حولنا، الإنسان لا يسير في الكون هكذا يعني عفوا كالحيوانات، وإنما يتفكر فيما حوله، تفكر في المطر النازل من السماء، يتفكر في الجبال التي يراها، يتفكر في الحيوانات التي يراها، حتى يعني سواء رآها رأي العين أو رآها مثلا من خلال البرامج التلفزيونية أو المواقع الإلكترونية. طبعا الآن في كثير من القنوات اللي بتسمى مثلا أو تذيع الأفلام الوثائقية، أحيانا تذيع أفلام عن عالم الحيوان، سواء عالم الحيوان في الصحاري في الغابات في 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 في, في, في قاع المحيطات في قاع البحار. فأنت سبحان الله لما 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 تسمع إلى هذه البرامج وينهج لسانك بتنزيه الله سبحانه وتعالى، وسبحان الله دي في نوع من أنواع التفكر، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر في الكون، أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون، وهكذا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر في الأمور الكونية، في الأمور الكونية كما قال الله سبحانه وتعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، وكما قال الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. هذه الآيات لماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم؟ ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هذه الآيات وغيرها حتى يتفكر الإنسان في الكون فيدله الكون على عظمة الله سبحانه وتعالى. وسلك الأعرابي قديما لما بيسألوه يعني كيف آمنت بالله ولم تره؟ شوف دلوقتي رغم التقدم التكنولوجي الذي يعيشه الناس ومع ذلك هذا الأعرابي أجاب بفطرته، قال يعني السير يدل على المسير، يعني أنا لو 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 رأيت أقدام إنسان يعني سار من هنا أعلم أن هناك إنسان سار من هنا، صح ولا لا؟ يعني الأقدام أو أثر السير يدل على المسير. وبعدين قال أفلا يدل بحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل كل ذلك على العليم الخبير؟ يعني سبحان الله، يعني الإنسان يعني الكون لابد له من مكون، والسماء لابد لها من خالق، والأرض لابد لها من خالق. فحينما تقود هذه الأشياء الإنسان بتفكره في عظمة الله سبحانه وتعالى تدله على تنزيه الله عز وجل وتسبيحه، فيلهج لسانه بقول سبحان الله، ومن هنا كانت كلمة سبحان الله تملأ الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. نكتفي بهذا القدر سائلين الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله.